أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: القصاص هل يدرأ بشاهد ويمين أم لا بد فيه من شاهدين؟ هذا عند القضاة هم عندنا. القصاص ما حد القصاص ما يثبت إلا بإقرار، إقرارا من الجاني أو بشهادة رجلين عدلين، شهادة رجلين عدلين، ولا يدخله اليمين ولا تدخله شهادة النساء، إنما هذا في الأموال. في الأموال رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي، رجل ويمين المدعي، هذا في الأموال. أما في القصاص لا، لا بد من إقرار معتبر شرعا أو بينة وهي شهادة عدلين من المسلمين على أن هذا الرجل قتل هذا الرجل أو قتل هذا الشخص عمدا عدوانا.